بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم. بداية أسبوع جديد، نتمنى لكم إن شاء الله أسبوع هادي ورايق بإذن الله. المرة اللي فاتت يعني حكينا عن الأكيوت رينال فيلر أو الفشل الكلوي الحاد، وإيش اللي بصير والأسباب اللي بتأدي له، وحكينا إيش المراحل اللي بمر فيها المريض لما يبلش عنده هذا الفشل الكلوي، ووصلنا تقريبا لعند العلاج أو التريتمنت تبع الأكيوت رينال فيلر. لما نبلش نعالج هذا المريض، الأهداف تبعتنا انه مبدئيا حكينا انه بصير في عندنا خلل بالايش، بالبلود كيمستري، بالاملاح والالكترولايتس والسوائل الموجوده داخل الجسم. فاحنا هدفنا انه نعمل ريستوريشن، نرجع هاي الاملاح والسوائل داخل الجسم والميتاليك ويست او الميتابوليك ويست برودكت، نرجعها للنورمال، ريستور النورمال كيميكال بالانس. اثنين، بدنا نخفف من الاعراض اللي بتصير عند الاشخاص، ريديوس السيمبتومز. ثلاث، نمنع المريض من انه يدخل في مرحله من مراحل الكومبليكيشنز وانه يوصل لا سمح الله للكرونيك رينال فيلير، او وصل لا سمح الله لمضاعفات تهدد حياه المريض. ونضل طبعا حكينا برضه ببعض الاحيان انه ممكن نضطر نعمل الدياليسيز او غسيل الكلى لهذول الاشخاص، فاحنا لازم نضل نزودهم بالسبورتيف كير، نعطيهم سوائل، نعطيهم العلاجات until الرينال فانكشن ريتيرنز، لحد ما ترجع وظائف الكلى الى الحد الطبيعي. واذا في عندنا كوز مسبب المشكله بدنا نعمل تريت للاندرلاين كوز. واذا متذكرين لما حكينا عن البري رينال مثلا اللي هو ما قبل الكليه، اذا كان في عندي نزيف، اذا كان في عندي مشكله بالقلب وبتاثر لي على الكلى، فبدنا نعالج هاي المشكله. البوست رينال مثلا كان عندي ستون، كان في عندي تيومر، فاحنا هدفنا نعالج الستون ونعالج التيومر. فهذا هو اللي بنقصد فيه التريت الاندرلاين كوز، الشيء اللي سبب عندي الفشل الكلوي بدي احاول اعالجه قدر الامكان علشان انه نرجع المريض لنورمال رينال فانكشن. طبعا الميديكال والنيرسينج مانجمنت، الميديكال مانجمنت زي ما حكينا مبدئيا الاطباء هدفهم انهم يشيلوا السبب الرئيسي اللي مسبب لي الرينال فيليا، اذا اليمينيتنج الاندرلاين كوز. اثنين، بدنا نحافظ على فلويد والكترولايت بالانس. ثلاث، بدنا نتجنب الفلويد فوليوم اكسس، انه ما يتجمع السوائل داخل الجسم. ليش؟ لانها ممكن تعمل عندي ضغط على القلب وتسوي عندي اوفرلود او فلويد اوفرلود، وبالتالي ممكن تاثر لي على عضله القلب. وبروفايد الرينال ريبليسمنت ثيرابي اللي هو الدياليسيس. طبعا بكون في عندنا بروتوكول، وهذا البروتوكول بالاتفاق ما بين الاطباء والكادر التمريضي، بصير في عندنا بروتوكول احنا بنمشي عليه لحد ما ترجع وظائف الكلى للوضع الطبيعي. الفلويد بالانس اكيد بدنا نعمل ديلي ويت اذا بنقدر نوزن المريض، تمام. اثنين، بدنا نشوف الانتيك والاوتبوت، بدنا نشوف البلاد بريشر، بدنا نشوف السنترال فينوس بريشر. على الاغلب هذول المرضى بكون في عندنا، بتعرفوا شو السنترال فينوس بريشر اذا متذكرينه؟ اللي هو البروب او اللاين او الكاثيتر اللي بيكون داخل بالجاجولار فين، وبقيس لي قديش حجم البريشر اللي موجود بالسيركوليشن، هذا بنسميه السنترال فينوس بريشر. فلازم يكون في عندنا قراءات عاده اب تو 15 لحد 15، فحسب القراءات اللي موجودة عندنا بكون هذا indication انه في عندي fluid overload او ما فيش عندي fluid overload. فهون احنا بنحافظ على fluid balance او maintaining fluid balance داخل الجسم علشان ما يصير في عندنا سوائل تتجمع زيادة داخل جسم المريض. fluid overload اذا صار في عندي زيادة سوائل شو راح تصير؟ راح تتجمع على الاغلب بالجسم، راح تتجمع ممكن بالرئتين، وممكن نتيجة وجود موجودة في الرئتين يصير في عندي كراكلز، ممكن يصير في عندنا ديسنيا اللي هي صعوبة التنفس، راح يصير في عندي تاكي كارديا لأنه القلب يحاول يتخلص من السوائل بطريقة أسرع، راح يصير في عندي ديستندد نيك فينز. عادة نحن الأوعية الدموية أو الأوردة اللي موجودة بالرقبة ما بنشوفها، ولكن مع زيادة السوائل ممكن تبلش وتصير بارزة عندي ونشوفها على رقبة المريض. بنعمل أوسكلتيشن عشان نشوف إذا في عندي كراكلز. بدي اعمل اسسمنت للبيشنت على الشانل الجنرالايزد ايدما، بدنا نشوف الانتيك والاوتبوت والديلي ويت. بنعمل ريستريكشن للفلويدز لانه اوريدي المريض عنده فلويد زياده، فبنقلل السوائل اللي بيشربها المريض لاقل. طبعا بالعاده اذا كان اليورين اوتبوت اقل من 500 ملي لتر، الفلويد ريستريكشن بتكون ل 1 لتر ماكسيمم، لازم يشرب لتر واحد فقط لا غير. ممكن نعطيهم الديريتك ثيرابي اللي هي مدر البول مثل المانيتول او الفروسامايد اللازكس. بنعملهم الدياليسيز اذا كانوا بحاجه للدياليسيز وبلش يصير في عندنا خطوره على حياه المريض. في عندنا شيء بنسميه الكتابوليك بروسيس اللي هو بنعكس عمليه الميتابوليك
الميتابوليزم ريت، يعني بدنا المريض ما يصرفش طاقه، ما يبذلش مجهود زياده. فعشان هيك بنحطهم على بيد ريست، بنعطيهم دايت يكون في عندنا كربوهيدرات زياده ويكون في عندنا دهنيات زياده علشان يزودنا بالاحماض الامينيه الضروريه الاسنشال امينو اسيدز، لان هاي بتكون ضروريه علشان الخلايا تحافظ على الوظيفه الطبيعيه تبعها. فبنزودهم بكل هاي الدايت سبلمنتس او الدايت ريجيم علشان نحافظ على النورمال فانكشن تبع الخلايا اللي موجوده عند هذول الاشخاص. كمان ممكن نستخدم بعض انواع الادويه علشان برضه نحفز وظائف الكلى. النيوتريشن ثيرابي هاي بدنا نعطي المريض زي ما حكيت قبل شوي، يكون في عندي دايت بلان. والافضل يعني انتم بجوز بالمرحله هاي كستودنتس كطلاب لما بدك تعلم المريض بدك تشوف المرضى اللي عندهم فشل كلوي سواء كان اكيوت او رينال، وايش الدايت اللي احنا ممكن نركز عليه. وزي حكينا الدياليسز ممكن نعطيه او نبلش لهذول المرضى علشان نمنع الكومبليكيشنز، خاصه اذا بلش المريض يصير في عنده هايبركاليميا، صار في عنده سيفير ميتابوليك اسيدوسيس، وصار عندهم بالمونري ايديما. بالمونري ايديما يعني تبلش او بلشت السوائل تتجمع داخل الرئتين، وهي لما اخذناها اذا متذكرين اخذناها بادلت 1 ممكن تعمل عندنا ديفيكولتي في البريذنج، ممكن تعمل عندنا خلل بالغاز بيرفيوجن او الغاز اكستشينج، ممكن تسوي عندنا ريسبيراتوري اسيدوسيس او الكالوسيس حسب حاله المريض، وممكن تسوي او يكون المريض بحاجه لا قدر الله لانتيوبيشن ان نحطه على جهاز تنفس اصطناعي. فاحنا عشان نتجنب هاي الامور بنبلش لهم الدياليسز علشان نساعد المريض انه يرجع للنورمال فانكشن از ماتش از بوسيبل. في اي سؤال لهون شباب وصبايا؟ في اي اسئله؟ لا دكتور واضح. طيب الان بالنسبه للعلاجات اللي ممكن نستخدمها مع المرضى اللي عندهم الاكيوت رينال فيلير عشان نعالج الهايبركاليميا اللي هو الارتفاع في مستوى البوتاسيوم، ممكن نعطي عده ادويه. ممكن نعطي شيء بنسميه الكيشن اكستشينج ريزن، هذا هون شو بحفز لنا عمليه تغيير الصوديوم مع البوتاسيوم، يعني بحفز البوتاسيوم يدخل داخل الخليه وبحفز الصوديوم يطلع لمجرى الدم، فببلش مستوى الدم او مستوى البوتاسيوم ينزل. مثل الاكزامبل عليها الكي اكزاليت، هذا اسم الدواء. في عندنا دواء اسمه السوربيتول. السوربيتول شو بيسوي عندنا؟ ممكن يحفز المريض يصير في عنده زي دايريا واسهال، يعني مع الاسهال بصير في عندنا برضه فقدان للبوتاسيوم مع الاسهال. ممكن نعطي المريض الاي في جلوكوز او الكالسيوم جلوكونيت، هذا بروح بيرتبط مع البوتاسيوم وبحفز برضه خروج البوتاسيوم او دخول البوتاسيوم من الخليه، وبالتالي بقلل من مستوى البوتاسيوم داخل الدم. وكمان الدياليسز، الدياليسز واحد من العناصر او الاشياء الاساسيه اللي بتخفف لي مستوى البوتاسيوم داخل الجسم، لانه البوتاسيوم الزياده بروح على الفلتر تبع الدياليسز وبطلع عن طريق الفلتر وبرجع للدم بدون اي بوتاسيوم. فالدياليسز وسيله فعاله جدا لعلاج الهايبركاليميا اذا فشلت الطرق الثانيه. الميديكيشنز اللي بتم اخراجها الاليمينيتد ثرو الكدني، اوكي الاليمينيتد اللي بتخلص منها الجسم عن طريق الكليه، مثل الانتي بايوتكس، الدايجوكسين، الايس انهبيترز اللي بيتحكموا لي بضغط الدم، والادويه اللي فيها مغنيسيوم شود بي ادجستد. شو يعني؟ لازم نعدل الدوز، اوكي لازم نعدل الدوز، لانه اوريدي في عندي مشكله بالكلى، معناها الكليه مش قاعده بتتخلص من كل الزوائد او من كل الاشياء الزائد اللي موجوده داخل الدم. فعشان هيك بنعدل الدوز علشان نمنع تراكم او تجمع هاي الادويه داخل الدم، وبالتالي تمنع تعمل عندي مضاعفات. الفوسفيت بايندينج ايجنتس اذا كان المريض عنده هايبر فوسفاتيميا، صار عنده ارتفاع مستوى الفوسفيت داخل الدم، بنعطيهم شيء بنسميه الفوسفيت بايندينج ايجنتس، وهاي بتروح بترتبط مع الفوسفات اللي موجود داخل الدم وبتقلل او بتخفض من مستوى الفوسفيت عند هذول الاشخاص. احنا بالنسبه لنا بالاضافه للاشياء اللي حكيناها يعني راح تشوفوها تقريبا شبه متكرره، بدي اراقب المريض مونيتور الفلويد والالكترولايت بالانس، بس نعمل فحوصات الدم، بدي اراقب الانتيك والاوتبوت، بدي اشوف الاملاح اللي موجوده داخل الجسم، البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفيت. الكاردياك مونيتور اكيد بدي احط المريض على مراقبه القلب، بدي اشوف الهارت ريت. بعض الاحيان حكينا انه ارتفاع البوتاسيوم ممكن يسوي عندي الريذمياز، فبدي اشوف نوع الريذمياز اذا موجوده. بدي اخلي المريض ريديوس الميتابوليك ريت، بدنا نقلل من عمليات الايض وخاصه البروتينات وهضم البروتينات لانه بنتج عنها اليوريا.
والنيتروجين، فبنخفض من مستوى اليوريا والنيتروجين، فبنخلي المريض على بيد ريست، بنعطيه اكل بيكون هاي كربوهيدرات وريديوس الفيفر، لانه الفيفر برضه بتساعد على او بتعمل عندنا كومبليكيشن. اذا كان في عندي طبعا اوفرلود للسوائل بدنا نحسن البلمونري فانكشن عند هذول المرضى، فبدنا نعلمهم الديب بريدنج كوفينج اكسرسايز عشان نحسن من التنفس، بدنا نحاول قدر الامكان نمنع الانفكشن، حدوث الانفكشن، لانه ممكن لا قدر الله يصير في عندي مضاعفات مثل السبتسيميا، فدائما بدنا نستخدم الايسبتيك تكنيك، الطريقه المعقمه اللي ما بصير فيها كونتامينيشن، تلوث للكاثيترز اللي موجوده عند او الخطوط او اللاينز اللي موجوده عند المريض. السكين كير خاصه اذا كان المريض انكونشس، بدنا نعمل له بوزيشننج، نغير الوضعيه تبعته كل ساعتين، نقلب المريض، تيرنينج البيشنت فريكوينتلي. اذا قدرنا نعمل مساج او بيثينج، طبعا البيد باث بحفز للدوره الدمويه، بدنا نعمل ريستريكشن للفلويد والفود اللي فيها بوتاسيوم وصوديوم عالي فوسفيت، مثل البنانة، الموز، الحمضيات، الكوفي. هاي الناس اللي يشتغلوا منكم بالدياليسيس او راح يشتغلوا بالدياليسيس، بدك برضو تركز كل مره بيجي المريض عندك على القسم انه تتاكد الاكلات او الاكل اللي بياكله هذا المريض، واذا ملتزم بالبروتوكول تبعه ولا لا. طبعا وبمرحله الاكيوت رينال فيلير، لانه المريض بصير تعبان، بصير مرهق، فبدنا نحاول نعطيهم سايكو سوشيال سبورت قدر الامكان، الدعم النفسوي، النفسي، المعنوي، نحكي معهم، نحاول ندردش معهم قدر الامكان، خاصه اذا كان شاب صغير مثلا او بنت صغيره بالعمر، لانه راح يحس حاله كثير مرهق، مش قادر يؤدي وظيفته اليوميه المعتاده، انه بيعمل دياليسيز ومربوط مع الدياليسيز ماشين، فبدنا نحاول قدر الامكان نعمل لهم الدعم النفسي والمعنوي، نحكي معهم قدر الامكان علشان نخفف من التاثيرات النفسيه لهاي المشكله. في اي سؤال على الاكيوت رينال فيلير؟ بنوقف لهون 30 40 ثانيه دقيقه وتفر، نشوف اذا في عندكم اي سؤال. طيب واضحه الامور يعني. اوكي، المشكلة الثانية اللي هي الكرونيك رينال فيلير، لما بصير في عندي مرض فشل كلوي مزمن، طبعا ما بصير فجأة، لا، مثل الأكيوت رينال فيلير المرض هذا بتصير أو الحالة هاي عبارة عن حالة بروجريسيف، بتتطور مع الزمن، الريفيرسبل، خلص بصير في عندي فشل دائم أو دمار دائم أو ديستركشن دائم بالرينال فانكشن، الريفيرسبل ديتيريريشن بالرينال فانكشن. هون بصير في عندي فيلير اوف ذا بودي تو مينتين الميتابوليك والفلويد والالكترولايت بالانس، عدم قدره الجسم على انه يحافظ لي على ميتابوليك ريت متوازن، على فلويد فوليوم متوازن، او على الكترولايت بالانس متوازن. شو بصير في عندي برضه؟ بصير في عندي يوريميا وازوتيميا، اللي هو تجمع البلد يوريا نيتروجين والكرياتينين داخل الجسم، والميتابوليك ويست برودكتس بتتجمع داخل الجسم، وعشان هيك هذول الاشخاص بحاجه لدياليسز بشكل مستمر اكثر من سيشن بالاسبوع. هون بصير في عندنا دمج ل 80% من النفرونز، اوكي، قبل ما انه يحس المريض انه فعلا في عنده خلل بوظائف الكلى. يعني عاده بجوز يكون في عند المريض 70% دمج، بس ال 30% اللي موجودين ممكن يؤدوا لي وظائف الكليه، فلما يصير في عندي 80% او اكثر دمج للنفرونز، بتبلش وظائف الرينال فانكشن تتاثر، وهون بصير في عندنا اعراض عند هذول المرضى، وممكن نكتشف انه في عندهم كرونيك رينال فيلير. المسببات اللي ممكن تؤدينا لهي المشكله، البايلونيفرايتس، الالتهابات المتكرره داخل الكليه، الكرونيك جلوميرولونيفرايتس، لما شرحنا على الجلوميرولونيفرايتس حكينا بصير في عندنا سكارينج، بصير في عندنا ندب، فالجلوميرولس اللي هي الوحده اللي بتكون للنفرونز بتبلش تفشل وبصير فيها ندب، بتموت الخلايا اللي بتكون هاي الجلوميرولس، ومع الوقت بصير في عندنا فشل. اذا صار في عندي بعض الاحيان اوبستراكشن لليونيري تراكت، وصار في عندي ريفلكس، صار في عندي ارتداد للبول على الكليه، ممكن مع الوقت يؤدي للكرونيك رينال فيلير. الناس اللي عندهم دايابيتس، الناس اللي عندهم سيفير هايبرتنشن، برضه هاي بتاثر لي على البلد فلو للكلى، وبتاثر لي على وظائف الكلى على المدى الطويل. الهيريديتري ليجنز اللي هي الامراض الوراثيه او الافات الوراثيه، الفاسكولار ديس اوردرز، الامراض اللي بتصيب الاوعيه الدمويه، لانه برضه بتاثر لي على البلد سبلاي او على تزويد الكلى بالدم. بعض انواع الميديكيشنز مثل ايش؟ حدا بيعرف؟ الادويه، بعض انواع الادويه اللي ممكن تاثر على الكلى، حكيناها المره اللي فاتت متذكرين، مثلا الجنتامايسين مضاد حيوي، النانستيرويدال انتي فولترين،
الفولترين النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. نعم هاي استخدامها المزمن ممكن مع الوقت يسوي عندي تسمم او خراب او خلل بالكليه وادي لي لحدوث الكرونيك رينال فيلير. الاشخاص اللي بيشتغلوا مناطق وبتعرضوا فيها للانفايرمنتال توكسينز المواد السامه مثل الليد الرصاص الميركوري الزئبق والكروميوم، ممكن في ناس بتشتغل بهاي المصانع او بهاي المناطق ومع الوقت يصير في عندهم كرونيك رينال فيلير. طبعا الكليه بتمر بثلاث مراحل، او الرينال فيلير الكرونيك رينال فيلير بمر عندي بثلاث مراحل. المرحله الاولى بصير في عندي ديمينيشد رينال ريزيرف، هون الاحتياطي تبع الكليه ببلش يفشل، يعني قدره الكليه على انها تشتغل بشكل طبيعي بتبلش تتاثر. الجي اف ار جلوميرولس فلتريشن ريت، معدل اللي هو الفلتره اللي بيكون موجود بالجلوميرولس، حوالي 50% من النورمال، اوكي يعني بقل بحوالي 50%. هون بصير في عندنا حوالي 40 ل 75% loss of nephron functions. النفرون بتفقد قدرتها بحوالي 40 ل 75%، بصير في عندنا الدمج فبتبلش تتاثر. ولكن بهاي المرحله ممكن زي ما حكيت قبل شوي انه المريض ما يكون عنده سيمتومز اعراض. ليش؟ لان النفرونز اللي ظلت اللي موجوده بتقدر انها تشتغل النورمال كيدني فانكشن. عفوا، يعني لو صار في عندي دمج ل 40% بضل في عندي 60% نفرونز بتقدر تشتغل. صار في عندي دمج ل 75% احيانا ال 25% اللي ضلت ممكن تؤدي الوظيفه تبعتها. عندنا المرحله الثانيه بنسميها الميدل ستيج او الوسطيه او الرينال انسفيشنسي، عدم الكفاءه، عدم قدره الكلى على القيام بواجبها. هون بصير في عندي دمج لحوالي 75% ل 90% من النفرونز. اوكي شو بضل عندي؟ يعني 25% واقل، ممكن اوصل 80%، ممكن 85%. هون ببلش المريض يظهر عنده الاعراض، ببلش يظهر عنده ساين سيمتومز. هون الجي اف ار حوالي 20% من النورمال، اوكي وصل ل 20% وممكن اقل. هون ببلش يرتفع عندي البلاد يوريا نيتروجين، ببلش يرتفع عندي الكرياتينين في الدم. ليش؟ لانه صار في عندي خلل بالرينال فانكشن. الكيدني loses its ability to concentrate the urine والانيميا ديفلوبس. هون بتصير في عندي فشل بالكلية على انها تعمل تركيز لليورين، اوكي لانه ما صار في عندي عمليه الفلتره، ما صار في عندي عمليه الري ابسوربشن وفلتره الالكترولايتس والميتابوليك ويست. وببلش المريض يظهر عليه بعض الاحيان علامات الانيميا لانه الاريثروبويتين ببلش يقل افرازه، فعلى المدى الطويل ببلش يظهر عندنا علامات فقر الدم. البيشنت مي ريبورت بوليوريا او نكتوريا، يعني بعض الأحيان زي ما حكينا لأنه الكلى بتبلش تكون غير قادرة على تركيز البول فبطلع المريض كميات بول زيادة، وبصير في عندنا بعض الأحيان تبول لا إرادي بالليل النكتوريا، تبول لا إرادي بالليل. المرحلة الثالثة هون بصير في عندي دمج لحوالي 90% من النفرونز، معناها ظل عندي وأكثر، ممكن يصير في عندي 90% وأكثر. الجي اف ار يعني مهمل، عملية الفلترة أو الريت تبع الفلترة مهمل نيجليجيبل، 5% او اقل من النورمال، يعني المريض شبه انه ما بيطلعش يورين. اوكي في هاي المرحله هون بصير في عندي فلويد الكترولايت ويست برودكت بتصير تتجمع داخل الجسم، ريتيند ان ذا بودي الفلويد الكترولايت امبالانس، والميتابوليك ويست برودكت بتبلش تتجمع داخل الجسم. هون بصير في عندي برضه سكارينج تيشو تيوبولر اتروفي ار بريزنت، يعني اتروفي للتيوبيولز اللي هي النفرونز والجلوميرولس اللي موجوده داخل الكليه، بصير لها ضمور، بصير ضمور لانها بطلت تشتغل، فيش عندي بلد سبلاي، في عندي مشكله معينه فبصير فيها ضمور. برضه قدره الكليه على انها تعمل ريجوليشن او تعمل اكسكريشن للنورمال للهرمونز بتبلش تتاثر. سيفيرلي امبيرد، سيفيرلي امبيرد يعني الاريثروبويتين اللي كان يفرز من الكليه ببلش يبطل يفرز، وقدره الكليه على انها تعمل ريجوليشن وتنظيم للوظائف اللي حكينا عنها بدايه المحاضره الأسبوع اللي فات، اللي هي بتعمل عندنا تنظيم لضغط الدم، بتعمل عندنا تنظيم للهرمونات، بتعمل عندنا تنظيم للفلود والإلكترولايتس، خلص بتصير severely impaired، بتتحطم أو بصير فيها خلل بشكل كبير، فبيبلش المريض يصير في عنده أعراض اليوريميا وبحاجة إيش؟ لدياليسيس، بحاجة لدياليسيس، لأنه هاي إذا ما عالجناها راح تهدد لي حياة المريض وممكن المريض يموت نتيجة تجمع الميتابوليك ويست برودكتس داخل الجسم. في أي سؤال لهون؟
آه واضح دكتور. طيب من الأعراض اللي بتصير عندنا بالمرحلة الأولى، يعني أول شيء ببلش عندنا الرينال انسافيشنسي، يعني البلد سبلاي أو قدرة الكلية على أنها تفلتر بتبلش تقل، فمع الوقت بده يقل عندي اليورين أوتبوت، ممكن يصير في عندي ماركت أوليجيوريا بيقل عندي اليورين أوتبوت، أو حتى أنه ممكن يصير في عندنا أنيوريا، يعني اليورين أوتبوت بيكون أقل من 50 سي سي. ليش؟ لأنه الجي أف آر بقل، اللي هو عملية الفلترة أو معدل الفلترة اللي بصير داخل الكلية. ممكن يصير في عندنا بوليوريا، لأنه حكينا بالمرحلة الثانية الكلية بتكون غير قادرة على أنها تركز اليورين، unable to concentrate اليورين because renal tubules function is decreased، لأن قدرة التيوبيولز الموجودة داخل الكلى بتقل، بصير في عندي fluid وelectrolyte imbalance. برضه ممكن تأثر لي على القلب الكارديوفاسكولار مانيفستيشن نتيجة الكرونيك رينال فيلير، بصير عندي هايبرتنشن مع الوقت، بصير في عندي تجمع سوائل زيادة فبأدي لي للكونجستيف هارت فيلير، بصير في عندي البيتينج إديما اللي هي تنفخ الأطراف أو انتفاخ الأطراف بالفيت والهانز، بصير في عندي البيري أوربيتال إديما بالوجه، ممكن يصير في عندي البيريكاردايتس التهابات حول القلب، ممكن يصير في عندي بيريكاردال إفيوجن تجمع السوائل حول القلب، وممكن يصير في عندي الهايبركاليميا. ممكن يصير في عندي أعراض في الجهاز التنفسي البلمونري مانيفستيشن، بصير في عندي كراكلز، السبيوتم بصير في عندي ثيك وتينيشس عنيد، يعني المريض بيقدرش يتخلص منه بسهولة، بصير في عندي شورتنس اوف بريث تاكيبنيا يتنفس بسرعة، ممكن يصير في عندي يوريميك نيمونايتس أو اليوريميك لانج، هون بصير في عندي اللي هي النفاذية تبعت الكابيلاريز اللي هي الشعرات الدموية اللي موجودة داخل الحويصلات الدموية أو حول الحويصلات الرئوية بتزيد، وبالتالي بصير في عندي خلل بالغاز اكستشينج، وممكن يصير في عندي البلمونري إديما تجمع السوائل داخل الرئتين، وإذا ما عالجنا هاي المشكلة راح يؤدي لمضاعفات خطيرة عند المريض. كمان الكرونيك رينال فيلير ممكن أثر لي على الجي آي تراكت، بصير في عندي أمونيا أودر تو بريث، شو إذا متذكرين حكينا اليوريميك فيتر، الواحد هو يتنفس زي كأنه بطلع أجلكم الله بول، زي التنفس تبعه بكون ريحته بول يوريميك فيتر، بصير في عندنا الميتاليك تيست بحس زي كأنه في حديد طعم حديد بثمه، بصير في عندنا ماوث ألسوريشن تقرحات حول الفم وداخل الفم، وممكن يصير في عندي بليدنج، بصير في عندي فقدان للشهية أنوركسيا، ممكن يصير في عندي نوزيا وفوميتنج وجي آي بليدنج، برضو بصير عندي احتمال يصير في عندي مضاعفات بالجي آي سيستم وتؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة على حياة المريض. عن نيورولوجيكال ستيتس ببلش المريض يتأثر الليفل اوف كونشسنس، ببلش يصير غير قادر على التركيز inability to concentrate، المريض بكون ويك تعبان وفتيك مرهق confused مش مركز، ممكن يصير في عندنا البيريفرال نيوروباثي الأطراف أو الأعصاب الطرفية تبلش تتأثر، الإنكفالوباثي المريض بالبرين تبعه ببلش يتأثر، فالمريض بتحسه ليثارجيك بصير عنده ميموري لوس، ممكن يخش بسيجرز تشنجات وتريمورز اللي هي الرجفان، وممكن يصير في عندي تغير بالسلوك، فإذا برضه ممكن تؤدي لمضاعفات خطيرة على الحالة العصبية تبع المريض. كمان الكرونيك رينال فيلير ممكن يأثر على الجلد الديرماتولوجي، فممكن المريض يصير في عنده سيفير اتشينج نتيجة تجمع الميتابوليك ويست خاصة الفسفور بالدم، الجلد ممكن يصير دراي، اللون تبعه ممكن يكون رمادي مائل للبرونزي جري برونز سكين، وممكن يصير في عندنا بيربر اللي هي النزيف تحت الجلد، ممكن يصير في عندنا اليوريميك فروست بتبلش الكريستال تبعت اليوري تتجمع تحت الجلد، فبصير الجلد ثيك ودراي، هاي بنسميها اليوريميك فروست. برضو بيأثر لي على الجهاز الدموي الهيماتولوجيك، حكينا ممكن المريض يصير في عنده أنيميا لأن الإريثروبيوتين ببلش يتأثر، وممكن يصير في عندنا ثرومبوسايتوبينيا خلل في الصفائح الدموية. بيأثر لي على الجهاز العضلي الماسكولوسكيليتال سيستم، المريض بتصير يتعرض أكثر للبون فراكتشرز للكسور، لأنه بصير في عندي خلل بالكالسيوم وهشاشة عظام، ممكن يصير في عندنا مسل كرامس الانقباضات أو التشنجات العضلية، ببلش المريض يفقد المسكولار سترينث اللوس اوف مسكولار سترينث، بتحس العضل تبعه بلش يصير ضعيف، البون بين والفوت دروب، يعني ممكن يصير في عنده ألم بالعظام والفوت دروب زي كأنه رجله دائما هيك بتحس انها ضعيف، القدم تبعه نازل لتحت زي كأنه داعس على البنزين بس ما عنده القدرة على انه يتحكم فيه. بيأثر على الجهاز التناسلي الريبرودكتيف سيستم، عند الذكور بصير عندنا امبوتنس فقدان القدرة الجسدية، فقدان الليبيدو اللي هو الشهوة الجنسية، عند الستات بيعمل عندنا منسترول ريجوليشنز بصير عندنا عدم انتظام
بالدورة الدموية، وممكن يسوي عند الأمينوريا النزيف اللي بصير مع الدورة الدموية. فزي ما احنا ملاحظين الكرونيك رينال فيلير ممكن يأثر لي على كل ايش، على كل السيستمز اللي موجودة داخل الجسم. علشان هيك من الضروري انه نعالج المريض او نهتم بهاي المشكلة بأسرع وقت ممكن. نوقف لهون ونشوف اذا في عندكم اي اسئلة على هاي الاشياء اللي حكيناها. برضو واضحة الأمور إن شاء الله؟ واضحة دكتور. واضح. طيب الآن كيف بدي أشخص الكرونيك رينال فيليرز؟ الأشياء اللي ممكن نستخدمها أكيد الهيستوري والفيزيكال إكزام. يعني ممكن المريض يكون في عنده أكيوت رينال فيلير وما انتبه صراحة. ممكن إنها وظائف الكلى زي ما حكينا هو عبارة عن مرض بطيء بروجريسيف بتطور بشكل تدريجي ما بيجي فجأة، فبدنا ناخذ الهيستوري والفيزيكال اكزام. الفيزيكال اكزام زي ما شفتوا بدنا نركز تقريبا على كل السيستمز اللي موجوده عند الشخص لانه ممكن ياثر لي على كل السيستمز تقريبا. ممكن نعمل صور اشعه راديوغرافس او الترا ساوند خاصه اذا صار في عندي بكشف لنا اذا في عندي اتروفي بالكيدنيز ضمور. بدنا نعمل فحوصات الدم عشان نشوف الكيدني فانكشن البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين. ممكن نعمل كمان البي اتش للبلازما. بحالات الكرونيك رينال فيلير ممكن يصير في عندي ميتابوليك اسيدوسيس، اوكي؟ فاذا الشخص اجى عندك او دخل عندك وكان في عنده زياده بالريسبيراتوري ريت، متذكرين لما كنا نحكي عن الكومبنسيتد والانكومبنسيتد، اذا كان عندي ميتابوليك اسيدوسيس ممكن الريسبيراتوري ريت يزيد علشان يعوض هاي المشكله. المريض ممكن يصير في عنده ميتابوليك اسيدوسيس، كيف بنعرفه؟ عن طريق الارتيريال بلاد غازز، تمام؟ بدنا نفحص غازات الدم. فهون بصير عندنا ميتابوليك اسيدوسيس لانه الكلى الكيدنيز انيبل تو اكسكريت الامونيا ويعمل ري ابسوربشن للصوديوم بايكربونات. عدم قدره الكلى تعمل ري ابسوربشن، تعمل اعاده امتصاص للصوديوم بايكرب اللي هي الان اتش الان اي اتش سي او 3، وعدم قدره الكلى انها تتخلص من الامونيا. فبنتيجه ذلك بصير عند المريض ميتابوليك اسيدوسيس. بقل عندي الجي اف ار. كيف بنحسب الجي اف ار؟ بنجمع اوكي 24 hours during collection، عينة بول ل 24 ساعة وبنشوف قديش بطلع فيها كرياتينين. فإذا كانت كمية الكرياتينين قليلة معناه صار في عندي خلل بالجي اف ار وبالكرياتينين كليرانس. المريض بدنا نفحص مستوى الدم عشان نشوف عنده إذا في عنده أنيميا ولا لا. حكينا الأنيميا بتصير نتيجة الإريثروبيتين صار في قلة بالإفراز فيه. بدنا نشوف مستوى الكالسيوم والفوسفيت داخل الدم، اوكي؟ هاي علاقة طردية طبعاً. بقل الكالسيوم بيزيد الفوسفيت، بقل الفوسفيت بيزيد الكالسيوم. بحالات الكرونيك رينال فيلير بكون في عندي قلة كالسيوم وارتفاع بالفوسفيت. عشان هيك حكينا المرضى هذول ممكن يصير في عندهم فراكتشر أو كسور. من المضاعفات اللي بتنتج على الكرونيك رينال فيلير وهي مضاعفات منها ممكن يكون خطير، من أهمها الهايبركاليميا لأنه حكينا الكلية تفشل إنها تعمل إكسكريشن فببلش يتجمع داخل الدم وبصير في عندي هايبركاليميا. ممكن يصير في عندي ميتابوليك اسيدوسيس، بصير في عندي الكتابوليزم عالي اللي هو العمليه الايضيه عالي فبنقللها قدر الامكان. وممكن يصير في عندي اكسسيف انتيك للبوتاسيوم بيصير من قبل الدم عشان هيك بيرتفع البوتاسيوم داخل الدم. كمان من المضاعفات اللي بتصير نتيجه الكرونيك رينال فيلير الهايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم، لانه بصير في عندنا صوديوم ووتر ريتنشن، انحباس او احتباس للصوديوم والسوائل والمي داخل الجسم. فبصير في عندي فلويد اوفرلود وممكن يصير في عندنا هايبرتنشن. كمان نتيجه الفشل الكلوي بصير في عندنا اكتيفيشن لشيء بنسميه الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. احنا عاده الانجيوتنسين بتحول للانجيوتنسين 1 بتحول للانجيوتنسين 2 داخل الكلى عشان يعمل تنظيم للبلد بريشر. فمع الفشل الكلوي بصير في عنده اكتيفيشن تفعيل للرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وهذا مع الوقت بيسوي عندي هايبرتنشن ومع الوقت بيسوي عندي كونجستيف هارت فيلير اللي هو فشل او تضخم بعضله القلب. الانيميا حكينا عنه لانه صار في عندي ديكريز اريثروبيتين برودكشن وبتقل عندي اللايف سبان للار بي سيز. حدا بيعرف قديش العمر تبع خلايا الدم الحمراء قديش بتعيش داخل الجسم؟ 120 يوم دكتور. 120 يوم. وكمان مع الكرونيك رينال فيلير بصير في عندي الجي اي بليدنج، فهاي العوامل كلها بتؤدي لحدوث الانيميا. بصير في عندي بون ديزيزز
أمراض في العظام نتيجة انخفاض مستوى الكالسيوم وارتفاع مستوى الفوسفيت، وممكن يصير في عندنا الميتاستاتيك كالسيفيكيشن اللي هو زيادة التكلسات بالعظام وبتنتقل بتكون بأكثر من مكان يعني. ممكن المريض يخش بكوما وبدث إذا ما عالجنا هاي المضاعفات أو هاي الكومبليكيشنز، والمريض إذا ما بلشناش على الدياليسيس أو عملنا له كيدني ترانسبلانت على الأغلب راح ينتهي فيه الأمر بالموت للأسف. وفي حالات أو في حالة أنا متذكرها كنا في بريطانيا رفض إنه يعمل دياليسيس، وطبعا كان رافض الترانسبلانتيشن أو مش متوفر الترانسبلانتيشن صراحة، وتوفى المريض لأنه كان رافض يعمل الدياليسيس، فما قدرنا نجبره على هذا التريتمنت لأنه كان القرار الشخصي تبعه. الميديكال والنيرسينج مانجمنت لهاي المشكلة، ممكن نعمل الفارماكولوجيك ثيرابي، نيوتريشنال ثيرابي، والدياليسيس والكيدني ترانسبلانتيشن. هذول تقريبا الأربع طرق اللي احنا ممكن نخفف فيها الأعراض. الفارماكولوجيك ثيرابي أكيد إذا صار المريض عنده هايبرتنشن بدنا نعطيه الأنتي هايبرتنسيف دراجز، بدنا نعطيه الهرمون ريبليسمنت الإريثروبيوتين عشان نعوض والمريض ما يصير عنده أنيميا، بدنا نعطيه الأيون سبليمنت تزويد الحديد، بدنا نعطيهم الفوسفيت بايندينج ايجنت عشان نخفض من مستوى الفوسفيت داخل الجسم، بدنا نعطيهم الكالسيوم سبليمنت. ليش؟ لانه حكينا هذول الاشخاص بنخفض عندهم مستوى الكالسيوم فبيعطوهم الكالسيوم علشان يعوض او يرفع الكالسيوم وما يصير في عندنا فراكتشرز. النيوتريشن الدايت اذا كان في اخصائي تغذيه الافضل انه نتعامل مع اخصائي التغذيه، ولكن احنا عاده بنعمل بروتين ريستريكشن، بنخفض من البروتين لأن البروتين بتحول ليوريا ونيتروجين فبدي أخفف منه. الألاود بروتين must be high biologic value، ذو قيمة حيوية عالية، يعني إنه يكون مثلاً بيستفيد منه المريض كميات قليلة بس بيستفيد منه، مثل البيض، المنتجات الألبان، الديري برودكتس واللحوم، to supply essential amino acids عشان يعطينا الأحماض الأمينية الأساسية اللي بتحتاجها الخلايا. الفلويد ريستريكشن طبعا مرضى الدياليسيس اكثر شيء بيكرهوه السوائل، انه تحجيم السوائل، انه ما نعطيهم سوائل كافيه. فكيف بنحسبها؟ بنشوف اليورين اوتبوت زائد 500، يعني اذا المريض بيطلع اليورين اوتبوت بالمره بس بنعطيه 500 سي سي، اذا بيطلع 200 بنعطيه 500 بصير 700 سي سي باليوم. تخيل كيف؟ ففي ناس بيقول لك خلال اليوم، في ناس بيقول لك ما بين الدياليسيس والدياليسيس حسب الروتين اللي ممكن يستخدم لهذول المرضى. فطبعا كل مرضى الكرونيك دياليسيس او الكرونيك رينال فيلير بكونوا ماشيين على ريجيم بلان او على تريتمنت ريجيم بلان، على روتين معين بالعلاجات ما بين كل غسله وغسله لازم يكون ماشي عليه 100% تقريبا. بس للاسف المرضى مع الوقت بملوا بيزهقوا بصيروا طنشوا بصيروا من هون ومن هون، فبدنا كل مره بيجوا عندنا على المستشفى نتاكد من الاشياء اللي بيعملوها. بدنا نعطيهم لو صوديوم لو بوتاسيوم وهاي كربوهيدرات دايت، بنعطيهم فيتامين سبلمنتيشن لانه بصير في عندهم خلل بالفيتامينات، فعشان نعوض هذا الخلل والنقص بنعطيهم اكل يكون فيه فيتامينات عاليه. الدياليسيس، الناس اللي منكم داوموا او شافوا الدياليسيس كان لهم حظ يعني للاسف قبل الحظر وقبل انتقال التعليم عن بعد. طبعا الدياليسيس كلكم شفتوا ماشين، الماشين هاي وفيها فلتر، والفلتر هذا بيشبكوه مع الدم تبع المريض، وبنستخدمها او بنستخدم غسيل الكلى تو ريموف الفلويد واليوريميك ويست برودكت من البادي. لما يصير في عندي فشل بالكلى بنستخدم هذا الدياليزر او الدياليسيس ماشين. البروسيس اوف ديفيوجن اوسموسيس، بصير في عندنا عمليات الفلتره والضغط الاسموزي او النفاذيه اللي من خلالها، اوكي، من خلالها بصير في عندنا عمليه تبادل ما بين السائل اللي احنا بنعطيه للمريض وما بين الاشياء الميتابوليك ويست برودكتس اللي موجوده داخل الدم. فالدم بروح على هذا الفلتر، المواد اللي بكون تركيزها اعلى بالدم بتطلع على الفلتر، والمواد اللي بكون تركيزها اعلى بالفلتر بتروح على الدم، فبصير في عندي عمليه تبادل، يعني بيطلع عندنا اليوريا والكرياتينين والبوتاسيوم وممكن يدخل عندي الكالسيوم وبعض المكونات الاخرى. فهاي بنسميها اللي هي الديفيوجن والاسموسيس. طبعا الدياليسيس شو بصحح عندي؟ بيعمل كوركشن للفلويدز وللالكترولايتس وللاسيد بيس بالانس، اوكي، بيساعد الجسم على انه يرجع تقريبا للوضع الطبيعي ما بين كل غسله وغسله، اوكي، بيعمل ريجوليشن. طبعا في عندنا نوعين من الدياليسيس،
الهيموداليسيس والبريتونيال دياليسيس. الهيموداليسيس هو الاكثر شيوعا، اوكي، هو الاكثر شيوعا. فلما نبلش بالدياليسيس او لما نحكي عن الدياليسيس، الاسموسيس بزيد بشيل عندي الاكسس ووتر، السوائل الزياده اللي موجوده داخل الجسم. الديفيوجن اللي هي النفاذيه، هون بطلع عندي التوكسينز والميتابوليك ويست برودكتس، بتطلع عن طريق الديفيوجن. في عندنا شيء بنسميه الالترا فلتريشن او الهيمودايا فلتريشن، هاي كنا نستخدمها، انا اشتغلت فيها بالمرضى اللي بيكونوا بالاي سي يو بالعنايه الحثيثه، وبنقدرش نوديهم على غرفه الدياليسيز، فبنجيب لهم هاي المشين وبتشتغل نفس مبدا الدياليسيز مشين، تمام. هاي بسموها الالترا فلتريشن. هون بتم ازاله الووتر، ووتر موف اندر هاي بريشر، بكون في ضغط عندنا عالي على المي، وبروح عندنا من الاريا اوف لو بريشر تو ان اريا اوف هاي بريشر، اوكي، عشان نتخلص من السوائل اللي موجوده داخل الجسم. وهاي البروسيس بتكون مور افيشنت دان الاوسموسيس، يعني بالالترا فلتريشن ما بنستخدم الاوسموسيس، بنستخدم البريشر عشان نطلع السوائل من داخل الجسم وتروح لبرا. في عندنا شيء بنسميه البفر سيستم. البفر سيستم هون احنا بنعطي اللي داوم منكم بالدياليسيس، شفتوا جنب الدياليسيس ماشين بكون في عندنا جالن كبير، حدا شافه اللي بكون موصل على الفلتر؟ هاي بسموها البفرنج ايجنت او البفر سيستم، اللي بيعمل عندي معادله، معادله بيعطي المريض او بكون مكوناته بايكربونات او اسيتات عشان نعادل الاسيد بيز بالانس عند هذول الاشخاص. فالبفرنج سيستم از مينتيند يوزنج دايلايزيت باث ميد اب اوف بايكربونات او اسيتات، بكون في عندي سائل، السائل هذا بكون التركيز تبعه عالي بالبايكربونات او الاسيتات، فلما يدخل عن طريق الفلتر لداخل الجسم بيعمل عندنا على معادله الاسيد بيز بالانس. طبعا المرضى اللي بياخذوا او على الدياليسيز معظمهم بكونوا ماشيين على انتي كوجلانت، اللي هو مثل ايش الانتي كوجلانت اللي اشتغلوا او شافوا الدياليسيز، شو بكونوا حاطين لهم؟ بالسرنج هيبرين، شفتوها؟ حدا منكم شافها؟ ايش هاي الاجابه؟ لا، يعني ما حدا شافه؟ لا دكتور. طيب، بكون في عندنا سرنج موصول مع الدياليسيز ماشين، بيعطي المريض انتي كوجلانت علشان يمنع تخثر الدم لما يرجع، لما يطلع للفلتر ويرجع على جسم المريض. فالدياليسيز حكينا اللي هو عمليه غسيل الكلى، عندنا نوعين، الهيمو دياليسيز هو الموست كومن يوزد ميثود، اكثر نوع مستخدم. طبعا هذا بنستخدمه للناس اللي عندهم اند ستيج رينال ديزيز، خلاص كرونيك رينال فيلير، وهون بحاجه ل بيرمننت او لونج تيرم رينال ريبليسمنت ثيرابي. هذول المرضى بنحطهم على الهيمو دياليسيز. موست بيشنت ريسيف انترميتنت هيمو دياليسيز، اوكي، شو يعني؟ مش كل يوم كل يوم كل يوم، متقطع، على الاغلب بكون 3 مرات بالاسبوع 3 تايمز ا ويك، وكل مره وذ ان افريج ديوريشن اوف 3 تو 4 اورز، وعاده بكون عندنا وحده خاصه لغسيل الكلى في اوت بيشنت سيتنج، اوكي. اذا المريض بغسل تقريبا 3 مرات بالاسبوع، وكل سيشن كل مره حوالي 3 لـ4 ساعات، وبتكون عاده في عندنا وحده غسيل كلى المرضى بروحوا بيجوا عليها علشان يعملوا الهيمو دياليسيس. وهذا تقريبا الديالايزر او الدياليسيز ماشين اللي على اليمين، ممكن بنسميها الارتفيشال كيدني، اوكي. هذا هون الفلتر، تمام، وفي عندنا الخط الاحمر اللي هو رايع الشريان، والخط الازرق اللي رايع الوليد، هون بيسحبوا الدم عن طريق الخط الازرق بروح على الفلتر. وهون طبعا هذا الخط اللي حكينا عنه الديالايزيت لاينز اللي بتعطينا البايكربونات وبتعطينا السوائل، وبعد هيك بروح على الكليه او على الارتفيشال كليه او على الارتفيشال كيدني جهاز الغسيل، وبرد يرجع عندي وين؟ على داخل جسم الانسان تقريبا. هاي بنسميها الارتفيشال كيدني، وهذا الفاسكولار اكسس واللي بصير عندنا، والدياليسيز ماشين كيف تشتغل. طبعا هاي يعني مش راح تعرفوها 100% الا لما تشوف دياليسيز ماشين، وان شاء الله انه يرجع الدوام وتقدروا تشوفوها. في عندنا اكثر من طريقه ممكن نعمل فيها الدياليسيز، بس قبل ما نبلش، في عندنا اي، في عندكم اي سؤال او اي استفسار على الشيء اللي حكيناه؟ شباب وصبايا،
ما واضح دكتور. إن شاء الله. طيب في عندنا أكثر من طريقة أو أكثر من وسيلة ممكن نعمل من خلالها الدياليسيس. في عندنا شيء بنسميه الفيستيولا، الأرتيريو فينوس فيستيولا. هون شو بيعملوا؟ بيشبكوا أناستوميسيس، بيعملوا عندنا شبك لفين وأرتري. أوكي لفين وأرتري، بس ها ما بيقدر يشتغلوا فيها مباشرة. It takes 4 to 6 weeks to heal. بيخلوها لما تلتئم وتنضج. أوكي بعد هيك ببلشوا يستخدموها، ولكن بالعادة بالأفرج بتحتاج من 2 لـ3 شهور قبل ما يصير لها نضوج ونقدر نستخدمها. ما بعرف إذا حدا منكم شافها، بكون زي انتفاخ هيك بالإيد، فهاي بكون هون واصلين آرتري مع فين، شريان مع وريد، وبدها من 2 لـ3 شهور. في بعض المرضى ممكن يأخذ أطول لحد ما يصير لها ماتوريشن، تنضج تماما وبعد هيك بيقدروا يستخدموها. طب خلال هاي الفترة إذا المريض بحاجة لدياليسيس ممكن يعملوا عن طريق السنترال فينوس لاين، أو ممكن يعملوا عن طريق الجرافتينج. الجرافت شو بيسووا عندنا؟ بيسووا عندي سينثيتيك تيوب، بربيش صناعي بربطوه ما بين الارتري والفين، أو ممكن يحطوا إشي بنسميه الامرجنسي اكسس اللي هو الإشي الطارئ الضروري. يا أما بيستخدموا صب كليفيان أو انترنال جاجيولر أو فيمورال كاثيتر، بحطوا سنترال فينوس لاين، أو ممكن يحطوا سابكليفيان لاين أو انترجيجولر لاين، أو بحطوا خط عن طريق الفيمر وبيعملوا فيه الدياليسيس. طبعاً الفيستيولا والجرافت الأدفانتجز تبعهم بصير في عنا لس انفكشن لأنه بتكون كبيرة، والنيدل تبعنا بنستخدمها بكون عندنا الالتهاب يعني أفضل من الإمرجنسي أكسس، لأن الانفكشن تبعها بكون لس، بكون عندي لس ثرومبوسس، فرصة حدوث التخثر أو الجلطات أقل، بكون عندي أقل فرصة حدوث الهيموريج أو النزيف أقل، اللايف سبان العمر الافتراضي تبعها أطول. وبالبيت في مرضى يعني ما لما بنعلمه الهوم كير إنه يعتني فيها في البيت، فيش داعي صراحة يعمل إشي يعني، خلاص بس تنظيف وخلصت وخلصنا. برضو بنرجع نحكي عن بريطانيا، كان في عنا إشي بنسموه الهوم هيمودياليسيس، إنه المرضى بيعمل غسيل لحاله في البيت، بتعلم كيف يعمل غسيل كلى وبيعمله في البيت لحاله، ما في عنده أي مشكلة. هذا إذا كان مصيب بصيرش عنده مضاعفات، لكن في بعض المرضى بصير عندهم مضاعفات، فالأفضل إنه يعمل غسيل الكلى في المستشفى. وهاي تقريبا الإشي اللي بنحكي عنه إحنا. شايفين هون صار في عندنا خيط الفين مع الأرتري، أوكي تحت الجلد، فهاي هون بكون عندنا مع الوقت بصير لها ماتوريشن بتنضج، وكل ما يجي المريض على المستشفى مباشرة بيدخلوا النيدلز فيهم، وبصير في عنا عملية تبادل للسوائل داخل هاي الفستيولا. الجرافت شايفين هون خيطوا، جابوا تيوب صناعي وشبكوا ما بين الفين والآرتري، شبكوا ما بين الفين والآرتري وبتم عن طريقه أو من خلاله عملية غسيل الكلى. هذا بسموه الإمرجنسي أكسس اللي هو السنترال لاين، تمام؟ يا ما بكون عن طريق السابكليفيان، يا ما بكون عن طريق الانترنال جاجيولر فين، أو بكون من تحت عن طريق الفيمورال، عن طريق الوريد اللي موجود بالفيمر بمنطقة الفخذ. هذا إذا كان المريض بحاجة إلى غسيل كلى سريع، أو نحن كنا بنستنى فيه على بال ما يصير عندنا ماتوريشن أو تنضج عندنا هاي الفستيولا ونقدر نستخدمها. الآن النيرسينج بروسيس لواحد بيعمل دياليسيس. الأسيسمنت لما يجي المريض عندي على الوحدة أو على وحدة الدياليسيس أو لما أداوم أنا معاه، بدي أحافظ على الفاسكولار أكسس، سواء كان عندي سنترال لاين، سواء كان عندي فيستيولا أو جرافت، فبدي أتأكد إنه تمام. فبدي أعمل أسيسمنت للبيتنسي إنه شغال ولا لا، بدي أشوف الصاين والسيمتومز للبوتنشال إنفكشن إذا في عندي إنفكشن أو لا. Do not use for blood pressure or blood draws. الإيد اللي فيها الفيستيولا ما بنقيس من خلالها ضغط الدم ولا بنأخذ منها عينات، الفيستيولا نفسها ما بنأخذ منها عينة دم، تمام؟ بنروح على الإيد الثانية. بدنا نعمل تشيك للشنط او الفيستيولا للبيتنسي انها شغاله ولا لا، فشو بنحط ايدنا على هاي الفيستيولا وبنشوف في عندنا زي بروت، زي صوت بخ وثريل زي كانه رجفان، الرجفان هذا بينتج على انه الدم بيمشي قاعد بالفيستيولا، فلما تحط ايدك على هاي الفيستيولا بتحس بهذا الصوت، اذا حسيت فيه معناها الفيستيولا شغاله. بدي اعمل، بدي أشوف قراءة المريض، بدي أشوف الفحوصات تبعت المريض لما يجي عندي على الدياليسيس، فبدنا نشوف الفلويد بالانس، بدي أشوف الـ IV ثيرابي والأكيوريت انتيك أوتبوت والـ IV administration pump. شو يعني؟
المريض لما يجي عندي على غرفة الدياليسيس بدي أشوف الروتين تبعه قديش كل مرة نشيل له. بده طبعا أول ما يجي عندي على الوحدة بدي أعمل له ويت، بدي أقيس الوزن تبعه تمام، بدي أشوف قديش كسب سواء ما بين الغسيل والغسيل اللي فات، وعشان هيك بنحط له الرجيم أو الروتين تبعه. بدي أشوف الساينوس سيمتومز لليوريميا والإلكترولايت إمبالانس، فلازم دائما أراقب اللاب ديتا، بدي أشوف الفحوصات تبعته. طبعا المريض هو يعمل دياليسيس بنكون حاطينه على كاردياك وريسبيراتوري مونيتور، بنحطه على البلس اوكسيمتري المفروض، وبنحطه على الكاردياك مونيتور عشان نراقب دقات القلب ونراقب ضغط الدم، لانه في بعض مرضى الدياليسيس بصير في عندهم انخفاض بمستوى ضغط الدم وهم يعملوا دياليسيس. فالكارديوفاسكولار ميديكيشنز ماست بي هيلد براير تو دياليسيس. المريض اللي بياخذ ادويه للضغط ولا دقات القلب ومش عارف ايش، بنحاول نخلي المريض يوقفها باليوم اللي بيجي يعمل فيه الدياليسيس، لانه اذا كان ماخذ انتي هايبرتنسيف دواء يخفف له الضغط وعملنا له دياليسيس ممكن يفقد كميه سوائل وينزل ضغطه زياده. فهذا كله مع الوقت بنصير نتعلم او بتتعلموا انتم الروتين تبع هذول المرضى. الانترفينشنز اللي احنا بنعملها monitor all medications، بنراقب كل الأدوية اللي بيأخذها هذا المريض تمام، والدوز تبع هذول المرضى. إذا كان في عنده pain ألم وdiscomfort بدنا نعطيه treatment للpain وللdiscomfort. stringent infection control measure شو يعني؟ بدنا نكون شديدين بالinfection control measures، الأشياء اللي إحنا بنعملها لما اشبك انا المريض على الدياليسيس ماشين، لما انظف الاريا بدي اتاكد انه ما صارش عنده سبسيس لا سمح الله او انفكشن علشان ما تنتقل البكتيريا وتروح على مجرى الدم وتسوي عندي مضاعفات زياده. بدي اشوف التزامه في الدايت، الدايتري كونسيدريشن، بدي اتاكد انه فعلا بياخذ لو صوديوم لو بوتاسيوم لو بروتين، قديش كميه السوائل اللي بيشربها الفلويد، الاحتياجات الغذائيه تبعته، ممكن اذا بفقد وزن زياده استشير الاخصائي تبع التغذيه ونعطيه كربوهيدرات زياده زي ما حكينا عشان نعوض الميتابوليك ريت اللي بصير عنده او نزيد وزنه. بدي اشوف السكين كير، حكينا هذول المرضى ممكن يصير في عندهم بريتوس اللي هو الحكه الزياده، فممكن نعطيهم كريمات تمام، نعلمهم كيف يهتموا بنظافه الجلد تبعهم، كيف يقصوا اظافرهم، كيف يتجنبوا الحكه الشديده. ففي عنا أدوية معينة ممكن نستخدمها لهذول المرضى عشان نخفف من الرعيان أو الحكة اللي بتصير عندهم، لأنه السكراتشنج الحكة الشديدة ممكن تجرح للجلد وتسوي عنده إنفكشن. إذا طبعا هاي الـ CAPD راح نجيها كمان شوي اللي هو الـ Continuous Arterioperitoneal Dialysis، إذا بيعمل غسيل للكلى أو غسيل عن طريق البطن. الـ Patient Teaching About Hemodialysis، ضروري نعلم المرضى عن الهيمودياليسيس خاصة إذا كان بيغسل الكلى لأول مرة، نعلمه شو هو الهيمودياليسيس، ليش إحنا بنستخدمه، إيش الدايت، إيش الميديكيشن، إيش الممكن يصير عنده، ضرورة التزامه بالبلان أو بالخطة تبعته. فهي كلها من الأشياء الضرورية اللي لازم يعلمها للمريض. في بعض مرضى الدياليسيس بكون بيعرف أكثر منه ومنك، بس هذا لا يعني إنه بس يجي عندي على المستشفى أو بس أكون أنا مستلم هاي الكيس انه ما اساله علشان اشوف اذا بيعمل الاشياء صح ولا غلط. اوكي هو بيعرف، بس في مرضى كثير بيعرفوا بس ما بينفذوا بطريقه صحيحه، ما بيعملوا الاشي الصح، فبدنا نتاكد انهم بيعملوا كل الاشياء بالطريقه الصحيحه. بنوقف لهون وبنشوف اذا في عندنا اي استفسارات شباب وصبايا. اي اسئله؟ دكتور بس انت حكيت الـ CABD هسه بدك تشرحه صح؟ او يعني انه حناخده يعني الانشاء هو البريتونيال دياليسيس كونتينيوس ارتيريو بريتونيال دياليسيس تمام. هذا هون اللي بنحكي عنه البريتونيال دياليسيس عن طريق البريتونيوم، جاي من البريتونيوم عن طريق تجويف البطن. فهون شو بيعملوا عندنا؟ انترودكشن اللي هو البريتونيال دياليسيس بسموها ذا انترودكشن اوف ستيرايل دياليزنج فلويد، شايفين هذا التيوب اللي هون بدخلوه لفتحة البطن أوكي، وبدخلوا فيه ستيرايل دياليزنج فلويد سائل غسيل، بدخلوا له الأبدومينال كافيتي وبظل هناك لفترة معينة داخل البطن. هون بصير في عنا عملية الديفيوجن وعملية الأسموسيس وعملية تبادل الميتابوليك ويست برودكتس، وبعد هيك أوكي
بفتح صمام وبحطه باك فاضية أو كيس فاضي بيكون مشبوك مع هذا الديلايزر فلويد وبسمحوا للسوائل تطلع مرة ثانية من الأبدومينال كافيتي. لما تطلع هاي السوائل بتسحب معها كل الميتابوليك ويست برودكتس اللي موجودة داخل الجسم. طبعا هدف البيريتونيال دياليسيس تو ريموف نفس الشيء التوكسيك سبستانسز والميتابوليك ويست ونعمل ريستور أو ريستابلش النورمال فلويد وإلكترولايت بالانس، نرجع التوازن الطبيعي. طبعا البيريتونيوم حجمها أو المساحة تبعتها 22 ألف سنتيمتر مربع، تخيل كبير كثير. فاللايننج تبعه المساحة الداخلية حوالي 22 ألف سنتيمتر مربع، وبتشتغل كسيمي بيرميبل ممبرين زي كأنه غشاء، وهذا الغشاء بيسمح بالنفاذية بعملية تبادل الدياليسيز فلويد اللي احنا بندخله والميتابوليك ويست برودكتس اللي متجمعة داخل الجسم. طبعا اليوريا والكرياتينين are cleared from the body by diffusion osmosis، عن طريق الديفيوجن والاسموزي اللي حكينا قبل شوي بصير في عنا تبادل للميتابوليك ويستس واليوريا والكرياتينين، وبتطلع عن طريق السائل اللي احنا بندخله داخل الابدومن. للاسف هاي بدها حوالي 36 ل 48 ساعه عشان نحقق الغرض منها، مقابل 6 ل 8 ساعات عن طريق الهيموداياليسيس. احنا حكينا الهيموداياليسيس ممكن الافرج تبعها بالمعدل 3 ل 4 ساعات، ولكن البيريتونيال دياليسيس بدها فترة طويلة 36 ل 48 ساعة. هنا ممكن المريض يعملها بشكل intermittent أو continuous، بشكل متقطع أو continuous بشكل مستمر، يعني حسب مزاج المريض خلنا نسميها. ليش احنا بنستخدم البيريتونيال دياليسيس؟ الأشخاص اللي بيكونوا hemodynamically unstable، بس تحطوا أو تعملوا الهيموداياليسيس بصير في عنا انخفاض بضغط الدم وبصير في عنده اضطراب بدقات القلب ومش عارف ايش، يعني جسمه بتحملش الدياليسيز العادي، فممكن نحطه على البيريتونيال دياليسيز. الاشخاص اللي عندهم poor vascular access، الاوعيه الدمويه تبعتهم تعبان كثير، وبنقدرش نحط لهم لا emergency access ولا بنقدر نعمل لهم الفيستولا، فبكون الخيار تبعنا البيريتونيال دياليسيز. ممكن يصير في عنده severe vascular disease او congestive vascular disorders، الناس اللي عندهم امراض بالقلب وما بتحمل. الأولد إيج، الناس الكبار كثير بالعمر برضو ما بتحمل الدياليسيس. الناس اللي عندهم سيفير هايبرتنشن، الناس اللي عندهم هاي هارت فيلير وبلمونري إديما ما بيقدر يتحمل، فممكن نعمل له البيريتونيال دياليسيس. الناس اللي بيكون في عندهم خطورة، لأنه حكينا الهيموداياليسيس بنعطيهم هيبرين، في ناس بيعملوا بصير في عندهم زي أدفيرس رياكشن أو ردة فعل سلبية للهيبرين، أوكي؟ ف عشان نتجنب هاي ردة الفعل ممكن نعملهم البيريتونيال دياليسيز، لأنه في البيريتونيال دياليسيز احنا ما بنعطي هيبرين، ما بنعطي الانتيكوغيلانت. فهاي كلها من ضمن الانديكيشنز، الأشياء اللي احنا ليش بنعطي أو بنعمل البيريتونيال دياليسيز. وهذا تقريبا اللي بصير عن طريق الباك والكاثيتر. طبعا الكاثيتر بكون محطوط بالأبدومن، هاي الباك بنسميها الديالايزر باك، بنشبكها بالأبدومن، بنخلي السائل كله ينزل وين؟ بفتحة البطن، تجول في البطن زي ما هو هون، بظل عنا لفترة معينة. بعد هيك بنحط الباق على السرير أو عن طريق الجرافيتي وبنفتح الصمام. لما نحط السائل هون كله بالأبدومن بنسكر الصمام، في عندي زي تسكير لصمام هون، بس يخلص بعد هيك بنفتح الصمام وبنخلي السائل يطلع عن طريق الجرافيتي، عن طريق الجاذبية الأرضية. وهذا مثال ثاني نفس الاشي، اذا كان بالمستشفى الكاثيتر بكون داخل للابدومن، هاي الديلايزر باك. طبعا هذا الصمام مسكر وبكون بنفتح الصمام هون، بتروح السوائل كلها على البطن تبع المريض. بعدها بنسكر هذا الصمام، السائل بضل داخل بطن المريض ممكن ل 36 ساعه 48 ساعه، وبعد هيك بنسكر الصمام اللي رايح على الباك هاي وبنفتح الصمام اللي نازل على هاي الباك، وبنخلي السوائل تنزل عن طريق الجرافيتي، عن طريق الجاذبيه الارضيه. طبعا هذا less common، اقل استخدام عند الناس، لانه في اجراءات كثيره ممكن احنا نضطر نعملها لهذول الاشخاص. اي سؤال لهون لغايه الان؟ طيب انا بدي اوقف لهون وبنكمل ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله.